القرد بياكل ايه؟ بياكل موز والتفاح والسوداني. سوداني وموز وتفاح. تاكل تفاح موز وبيض وعسل اسود ولبن. سوداني موز بيشرب عصير. سوداني لا الموز. موز ولا السوداني؟ فول وياكل موز ولوز. ما اعرفش. سوداني وموز. سوداني وموز بياكل موز وفراولة وبياكل عدس اسود. القرد بياكل خضار. بياكل سوداني وموز. بياكل كل حاجة. وفي بياكل وشيبسي. بياكل سوداني وموز بس ما اعرفش. انا عندي هنا 7 شمبانزات كوكو وعندي البرنس وعندي انجي وعندي جوليا وعندي لوزة وعندي دودو. الشمبانزة عامة بيحب الأولاد، بيحب الزحمة، بيحب الزيطة، يقعد يلاغي الأطفال لأن في 8 في 94% زي البني آدم في كل حاجة. بياكل فاكهة، بيشرب لبن، بيشرب شاي، بياكل جميع الفاكهة بياكلها. وكان موسم بيقولوا بطيخ أو شمام أو أي حاجة من دي. وطبعا زي ما حضرتك شايفه هو بيبقى قاعد هادي كويس. الشمبانزي أليف جدا وبيسمع الكلام. ما بقعدش مع عيالي زي ما بقعد مع الشمبانز. بحس بحنيه، بحس ان انا بيكلموني بيلاغوني وانا بلاغيهم. خد يا مشمش، مشمش عامل ايه يا مشمش؟ خد يا مشمش.